بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامج فقه المناسك، والذي تنظمه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة في الإرشاد. ويطيب لي أن يكون لقاؤنا هذا مع صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن فوزان عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أجاب الدعوة مشكورا وجزاه الله خيرا، لنتحدث معه عن موضوع لأهمية كبرى في هذا الباب، ألا وهو موضوع الحج من حيث أهميته وحكمه والحكمة من مشروعيته والشروط الواجب توفرها في من يكلف بأداء هذه الفريضة المباركة. حيا الله الشيخ. حياكم الله. جزاك الله خيرا. في الحقيقة تعلمون وفقكم الله أن فريضة الحج التي فرض على العباد المستطيعين فريضة ذات أهمية كبرى في حياة المسلم، ولكن هناك بعض الأمور التي تغيب عن أفهام البعض في مجتمع المسلمين، خاصة بعدما جفت منابع العلم الشرعي لدى كثير من الناس. من تلك الأمور أن الحج باعتبار أنه ركن أركان الإسلام، هناك بعض الناس يظن أن الإسلام مجرد انتماء فقط وليس له أصول وقواعد يرتكز عليها حتى يقوم على حقيقته، فيظن أنه إذا أدى الحج مثلا لا يهمه أن يكون قد أقام الصلاة، وأنه إن كان من الزكاة قد أداها، وأنه أيضا قد احترم الإسلام فلا يحزأ به ولا بشيء من تشريعاته، إلى غير ذلك من الأمور التي تعلمونها، خاصة في هذا الزخم الكثير الآن في مجتمع المسلمين الذين شبه عليهم في أمر الدين، ففصل الدين عن الحياة وصارت أمور وأمور. أرجو أن تتفضل مشكورا بالتحدث عن هذه المسألة، مسألة أن الإنسان عليه أولا قبل كل شيء أن يعتبر أن الحج فريضة من فرائض الإسلام وليس كل فرائض الإسلام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهو فريضة من فرائض الله، ولكنه هو في التشريع آخر أركان الإسلام، فإنه فرض في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، بينما الصلاة، بينما التوحيد الذي هو الشهادتان، من أول ما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من أول ما بعث عليه الصلاة والسلام. نعم. والصلاة فرضت عليه في مكة قبل الهجرة في زمن يسير، صلاها في مكة. نعم. والزكاة والصيام فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة، والحج
حجب في السنة التاسعة أو العاشرة أو قبل ذلك على خلاف، لكن بالإجماع أنه آخر أركان الإسلام فرضية. نعم. ثم أيضا الحج إنما أوجبه الله على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا، أي من وجد الزاد الذي يبلغه إلى الحج ذهابا وإيابا، ويبقى لمن يمونهم في بيته ما يكفيهم إلى أن يرجع إليهم، ويكون بعد سداد الديون والحوائج الأصلية، إذا فضل شيء بعد ذلك كله وجب، وعنده ما يكفيه ذهابا وإيابا لحجه ويكفي من يمونهم، وجب عليه الحج، وإلا فلا. وكذلك إنما أوجبه الله على المسلم مرة واحدة في العمر، وما زاد عن ذلك فهو تطوع. وبناء على ذلك فإنه يجب على المسلم أن يهتم بدينه كله، ولا يهتم ببعضه ويتساهل أو يترك البعض الآخر. طيب. فإننا نرى من يحج ولا يكون له اهتمام في التوحيد وعقيدة التوحيد وإخلاص العمل لله الذي هو شرط قبول العمل، فقبل أن يحج يجب عليه أن يخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، ويتبرأ من الشرك، لأنه ربما يحج وليس له حج وليس له دين، لأنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بالأموات، فهذا ليس له حج لأنه ليس له دين أصلا. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا، وأن ينبذوا الشرك بجميع أنواعه وبجميع أسمائه، فلا يتلبسوا بشيء من الشرك الذي يخرجهم من الدين وهم لا يشعرون، تقليدا لغيرهم أو اتباعا لمن لا يصلح للاتباع والقدوة، فإن هذا أمر عظيم. فإن العقيدة هي مدخل الدين وأول الدين وأساس الدين، فعلى المسلم أن يصلح نيته ويصلح عقيدته في كل عمل، ولا سيما في الحج. وكذلك قد يكون بعضهم يهتم بالحج لكنه لا يصلي، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فلا يكون له حج أيضا، قد لا يكون عنده شرك وعبادة لغير الله ولكنه لا يصلي، وترك الصلاة متعمدا هذا مخرج من الملة، قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وفي الحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فكيف يأتي للحج ويهتم بالحج وهو لا يصلي؟ إن الواجب على المسلم أن يتفقد دينه أولا، فيقيمه أولا ابتداء بالتوحيد، وبعده الصلاة مباشرة، وبعده إذا كان ممن تجب عليه الزكاة أن يؤدي الزكاة، ثم صيام رمضان، ثم الحج، حتى يتكامل دين المسلم تصح جميع عباداته. وعليه كذلك أن يتفقه في عبادته قبل أن يؤديها، يتفقه في صلاته، يتفقه في زكاته، يتفقه في صيامه، يتفقه في الحج ليؤديه على الوجه المشروع، كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فأمرنا أن نحج كما حج صلى الله عليه وسلم، ونؤدي المناسك كما أداها عليه الصلاة والسلام، نتخذه القدوة. الله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله، فإتمامهما الإتيان بمناسكهما على الصفة المشروعة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لله المراد بذلك الإخلاص لله من الشرك والنية الباطلة
وأن يكون مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا في جميع العبادات يجب إتمامها على الوجه المشروع، ويجب إخلاصها لله عز وجل. ولكن الحج خاصة، لأن كثيرا من المسلمين يهتمون بالحج ولكنهم لا يهتمون ببقية أمور دينه. وربما يقول بعضهم إن الحج يكفر كل ما يصدر من الإنسان قبل وبعد، فإذا حج الإنسان فإنه يكفي، وهذا جهل عظيم. فإنما الحج إنما هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فعلى المسلم أن يتقن دينه كله وأن يهتم بأمور دينه كلها، وأن يتمسك بدينه من أول حياته إلى آخر حياته، من حين يبلغ التكليف إلى أن يتوفاه الله عز وجل تمسكا بدينه، ويكون حجه على الوجه الصحيح المؤدي للفريضة التي عليه في ذلك التلبية. أما أنه يحج وهو لا يعرف من الدين إلا الحج، وأيضا لا يأتي بالحج على الصفة المشروعة، فهذا إنما له التعب. وكما تفضلتم أن الحاج أول ما يتكلم بعد الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. ما معنى لا شريك لك؟ معناها نفي الشركاء وإخلاص التوحيد لله عز وجل في الحج وغيره. ففي هذا تنبيه للمسلم ولا سيما المحرم أن يخلص عمله لله، وأن لا يدخل فيه شيئا من الشركيات والبدع حتى يفسده عليه ويكون تعبا بلا فائدة. نعم شيخ، هناك طبعا العلماء جمعوا ما يشترط لوجوب الحج على المسلم، لو تفضلتم بذكر الشروط إجمالا. نعم، الحج يشترط له خمسة شروط. أولا أن يكون المسلم بالغا، فأما الصبي فإنه يصح منه الحج ويكون نافلة في حقه، وإذا بلغ يجب عليه حجة الإسلام. ثانيا أن يكون عاقلا، لأنه وإن بلغ إذا لم يكن عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج، كما لا تجب عليه سائر الواجبات لزوال عقله. وثالثا أن يكون مسلما، فإنه لا يصح الحج إلا من مسلم كسائر العبادات. ولهذا نبهنا في مطلع كلامنا على أن الإنسان صحح عقيدته أولا، لأن يخلو من الشرك وعبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، فلا بد أن يكون مسلما. فإن حج وهو ليس على الإسلام، وإن كان يدعي أنه مسلم لكنه مرتكب لناقض من نواقض الإسلام، فإن حجه غير صحيح. رابعا أن يكون مستطيعا، يعني يكون عنده الزاد الذي يبلغه والمركوب الذي يركبه في كل وقت بحسبه، ويكون عنده ما ينقله إلى بيت الله سواء من سفر قريب أو من سفر بعيد، يكون عنده وسيلة النقل المناسبة. والشرط الخامس الحرية، أن يكون حرا غير رقيق غير مملوك، لأن المملوك لا يجب عليه الحج، لكن إذا حج فيكون ذلك في حقه نافلة، فإذا عتق فإنه يؤدي فريضة الحج. والمرأة تزيد شرطا سادسا، وهو وجود المحرم، وهو أن يكون معها من أقاربها الذين تحرم عليهم بنسب أو بسبب من الأسباب، أن يكون مرافقا لها ويكون بالغا، يكون بالغا يرافقها ويحميها ويحافظ عليها، لأنها ضعيفة قد يعتريها مرض، قد يعتريها عائق من العوائق، فلا بد من محرم يصونها.
وكذلك يكون المحرم حاميا لها من شياطين بني آدم الذين يريدون الإفساد. فإذا خلت المرأة ممن يصونها ومن يحوطها فإنهم قد يتسلطون عليها، فلذلك شرع الله المحرم في الحج وفي غيره، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن تسافر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولما جاءه رجل يريد الاكتتاب في الغزو وقال: إن امرأتي قد خرجت حاجة، قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. فهذا دليل على اشتراط المحرم للمرأة، فإن وجدت محرما حجت معه، وإن لم تجد محرما تأخرت إلى أن يتوفر المحرم. فإذا تعذر وجود المحرم فإنها تنيب من يحج عنها. هذه جملة شروط الحج، ومنها القدرة المالية. أقول إذا ما دام قادرة على المال، ذكرنا أنه يشترط أن يكون عنده مستطيعا للحج. طيب لماذا نقول لمن يحاول الآن من باب التيسير التسهيل، يقول إذا كانت المرأة واجدة رفقة من النساء حجت معهن وكذا، هل المرأة التي الرجل الذي جاء يريد الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن امرأته خرجت حاجة، هل هي ليست مع رفقة، ليست مع الحجاج من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون وأطهر القرون، ومع هذا أمره أن يرجع فيحج مع امرأته ولم يكتفي بأنها خرجت مع الحجاج؟ وأيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، هذا عام سواء كانت وحدها أو مع مجموعة من النساء. طبعا هناك داع يدعو إلى الإنابة عن الحد كالذي يستطيع ماليا ولا يستطيع بدنيا، ماذا يشترط بحق؟ الاستطاعة تكون بالمال وبالبدن، فإذا توفرت في حق المسلم وجب عليه أن يباشر الحج بنفسه، استطاع ماليا واستطاع بدنيا يجب عليه أن يحج بنفسه حجة الإسلام. وأما إذا استطاع بدنيا ولم يستطع ماليا فليس عليه حج، وأما إن استطاع ماليا ولم يستطع بدنيا فإنه ينيب. فإن كان عجزه مستمرا ولا يتوقع أنه يقدر بأن يكون مريضا مرضا مزمنا أو كبيرا هرما فإنه يوكل من يحج عنه، أما إذا كان العائق له يرجى زواله فإنه ينتظر حتى إذا زال عنه العائق باشر الحج بنفسه. طيب بالنسبة للنائب ماذا يشترط فيه؟ النائب كالموكل سواء بسواء، يعمل للمنوب عنه مثل ما يعمل لنفسه، فيؤدي الحج على الصفة التي يؤديه بها لنفسه تماما، وأن يكون قد لكنه ينوي أن الحج لغيره عند الإحرام، ينوي أن الحج لغيره عند الإحرام. لكنه قد حج عن نفسه أولا النائب. يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه أولا، فإن لم يكن حج عن نفسه حجة الإسلام لم يصح أن ينوب عن غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سمع ملبيا يلبي عن غيره قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن فلان. جزاكم الله خيرا. إذن هذه جملة ما يشترط للحاج أو للمسلم حتى يكون أهلا لأن يؤدي هذه الفريضة، من حيث إسلامه، من حيث عقله، من حيث استطاعته. والإسلام إذن بهذه الصورة العظيمة والواسعة أصبح ميسرا والحمد لله للعباد، ولا يجوز للواحد منهم أن يحج نفسه ويقول: أنا الآن محروم، كيف يحج غيري وأنا جالس لأني فقير أو لأني عاجز بدنيا أو ما إلى ذلك من الأمور التي يحيبها طبعا الوساوس الشيطانية.
ويحاول أن يجعل الدين عند الناس صعبا ومهولا، فكما رأينا فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك أرجو أن يتفضل هذا الشيخ صالح بتحدث بإجاز عن الحكمة من مشروعية الحج. الحكمة من مشروعية الحج أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام لأجل أن يكمل بذلك دينه، كما قال الله جل وعلا فيما أنزله على رسوله وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فأداء الحج إكمال لدين المسلم. وأيضا الحج فيه كما قال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الحج فيه منافع، الحكمة أن فيه منافع عظيمة دينية ودنيوية. المنافع الدينية أن الإنسان يؤدي المناسك لله عز وجل ويتقرب إليه في هذه المواطن وهذه المشاعر العظيمة، ويتعرض لنفحاته ومغفرته ومرضاته. ثانيا أنه يتحمل مشاق والسفر والنفقة، وهذا يكون في سبيل الله، فإن الحج نوع من الجهاد، فالمسلم يساهم في الجهاد في سبيل الله إذا حج في بماله وفي بدنه، ويترك ملذاته ويفارق بدن وطنه ويفارق أولاده خارجا في سبيل الله مسافرا لطاعة الله عز وجل. هذا من الحكم العظيمة. ومنها أن المسلمين يتعارفون فيما بينهم من المشارق والمغارب، ويلتقي بعضهم ببعض، ويستفيد بعضهم من بعض، ويتعلم بعضهم من بعض. ومن الفوائد والحكم أنها تظهر قوة الإسلام حينما يجتمع المسلمون في هذا المكان في جميع أقطار الأرض باختلاف ألوانهم ولغاتهم، فعند ذلك تظهر قوة الإسلام ويتجدد دين المسلم في نفسه إذا رأى قوة المسلمين ورأى إخوانه المسلمين، فيتوثق عرى الإسلام ويستمسك بها ويقوى يقينه تتكامل عقيدته بذلك. ولو أن كل مسلم بقي في بلده ولم يرى أحدهما الآخر لم يتعارفوا، ولم يحصل بذلك المحبة بينهم وتبادل المنافع والنصائح، وأيضا تلقي العلم عن بعضهم بعضا. نعم، كذلك نلحظ أن في الحج تذكيرا باليوم الآخر عندما يلتقي الناس على صعيد عرفات، هذا التجمع العظيم الذي اجتمع فيه من أقطار الأرض الملايين من المسلمين كما أخبر الله عز وجل: أتينا من كل فج عميق. والناس في هذا اليوم في لباس واحد وفي مظهر واحد، يظهر أيضا فيه المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، وأن لا فضل للعربيين على أجمعين إلا بالتقوى والعمل الصالح. لأن يعني بعض الناس مع الأسف الشديد في الحياة الدنيا تظهر عندهم نظرات إلى الحياة بأن هذا أفضل من فلان لماله أو لجاهه أو سلطانه، فتأتي فترة الحج لكي تزيل من نفس الإنسان هذا التميز أو التمييز، ويصبح المؤمن أمة واحدة وإخوة في الدين. وكما تفضلتم أن فيه إفادة للعالم الإسلامي بدراسة أحوالهم واجتماع كلمتهم ومعرفة ما يحتاجونه من تصحيح الأخطاء عند بعضهم، هذه سنة الله في عباده، ولن تجد سنة لا تبديلها. كذلك أنا فيما يظهر لي أيضا أن تتكرر الحج في كل عام يحب والحمد لله خلود هذا الدين وبقائه على الرغم من مكايد الأعداء الذين يرصدون له حتى يزيلوه من الوجود. والله تعالى قال: يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا الدين قائم وثابت الحمد لله، ويشهد أيضا وجود الحج على هذه الصورة العظيمة القائمة على الأرض بوجود التوحيد كما تفضلتم،
ونبهتم عليه الحمد لله بما وفق الله له ولاة الأمر في هذا البلد الكريم من محاربة البدع والخرافات وإحياء العقيدة الإسلامية وإبقائها على وجه الصحيح وتطبيق الشريعة. ونحن نشهد هذا كما تعلمون حفظكم الله من وجود العلماء المرشدين لأحوال الناس، وإذا رأوا خطأ يقع من إنسان وجهه ونبهه، وهذا فيه والحقيقة الحمد لله دليل على اهتمام المسلمين بعضهم من بعض. فنسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أدري الشيخ صالح، هل لك أن تقول كلمة في خاتمة هذا اللقاء الطيب المبارك عن فضيلة الحج؟ هو كما تفضلتم من منافع الحج ومنافعه كثيرة، لأن الله لم يحددها، قال يشهد منافع لهم، والناس مقل ومستكثر، فمنهم من لا يدرك شيئا من هذه المنافع ويرجع كما جاء، ومنهم من يدرك قليلا منها، ومنهم من يدرك منها الكثير. ولكن مما من فوائده ومنافعه أنه يذكر بالعدل عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فإذا اجتمعوا في مكان واحد الملوك ومن دون الملوك والعلماء والجهال والأسود والأبيض والغني والفقير على شكل واحد وزي واحد، واتجهوا بقلوب واتجاهها واحد إلى الله سبحانه وفي مكان واحد، فإن هذا يوحد بين المسلمين ويبسط العدل بينهم ويقمع الكبر والجبروت والتعالي على الناس، ويذكر كذلك في اليوم الآخر. فإن هذا الاجتماع يذكر باجتماع الحشر، وإن كان اجتماع الحشر لا يتصوره عاقل، لأن الحشر أمر عظيم، يجتمع أول الخلق إلى آخر الخلق، من أول واحد في البشر إلى آخر واحد في البشر يجتمعون في صعيد واحد، فما بالك أن يكون صورة هذا الاجتماع يوم القيامة. لكن الحج يذكر بذلك، ولهذا قال سبحانه وتعالى في ختام آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله أكبر، جزاك الله خيرا وحفظك من كل سوء ومكروه. والحقيقة هذه العبارات الطيبة والفوائد العظيمة الجمة يحتاجها كل مسلم ومسلمة، خاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الثقافات واختلاط الثقافات لدى الكثير من المسلمين، وأصبح الناس الآن مع الأسف الشديد يتلقون تعليماتهم وأفكارهم من خارج هذا الدين القويم كتابا وسنة. أيها الأخوة المسلمون، إلى هذا الحد نقف لانتهاء وقت الحلقة، فإلى لقاء قادم إن شاء الله. أشكر فضيلة الدكتور صالح فوزان فوزان أبو هيئة العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما قدم، وأشكر أخي مهندس الحلقة حمد عزاز، وكما أشكركم أنتم أيها الأخوة المستمعون والمستمعات على حسن إصغائكم، وإلى لقاء قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، لفتات طيبة جدا جدا، والناس حاسين يا والله. لا لا بس لا 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 ممتاز الشيخ، وعارف انت تجي مثل السنين الى جيت تكلم تقدم شوي، احنا متعودين التسجيل. تبغى تبغى شاهي في مسجل ابا عبد الشيخ عبد الله؟ جزاك الله خيرا. صب ولا الشيخ شاهي؟ اي والله. اشكر اخي مهندس الحلقه حمد عزاز، وكما اشكركم انتم ايها المستمعات على حسن اصغائكم، السلام عليكم ان شاء الله. الحلقه معنا رجال قهوه قبل، خلى رجال عندنا قلب عظم جنب بعض. طيب تمام، كنا نتحدث في موضوع الاركان والواجبات والمسنونات، لان الناس اليوم عندهم خلط بين الركن والواجب والسنه، فاصبح يرون ان بعض السنن أولى حتى من بعض الواجبات. يا رجال الحين الحج كل السنن، يفتون الحين بأنه كل السنن ما في واجبات، سهلوا على الناس. الله يهديك سلمان العبد، افعل ولا حرج بس ها
لا حول ولا قوة إلا بالله. أي شيء أي شافت أي شيء تفعله ما في حرج. الله يهدينا وياك. والله في مصيبة والله. صحيح مصيبة. هم هم حط عنوان الإسلام اليوم. أي والله. هيك فيك لا. هذا ما أحتاج حطيناها. أي والله. هذا إنترنت. الإسلام اليوم بس. هم ترى يبدون شيء آخر. والله ما أدري يا شيخ لا بس تتركهم عاد. شو يريدون يعني؟ ما هم بغضية هم. هم بغضية. والله شكرا والله. حتى المجال اللي حاطينها بهذا. يريدون فصلنا عن الماضي هذا اللي يريدون. إذا دراسة الأركان رواد واد السنن الآن جاء دورها من جديد. والله صحيح. كل شيء جديد الآن. تحدثنا عن الماضي بس. لا أنا نقصت طبعا حيث الإشارة سألتم عليها القضية استقرار ولا حرج هذه. هذه يفعل ولا حرج هذه مأخوذة من الإسلام اليوم. إيه من هالمؤسسة. إيه نعم أنا قصدي إن الناس اليوم يعني قد يفعل ولا حرج. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور ما تبطل شيء تثبت الأركان هي هم واحد قال أركان كذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء كما تعلم قال أنا حلقت قبل أن أرسل إذا صار له هوى على الإنسان هذا دبر الأمور على الأرض سنة ولا حاجة أنا وشو أخذت مرحب بالكعب ووافع على الحرج هنا وفي المقرام ووافع على الحرج الدين يسر يا أخي هنا حج تبي الناس على قولك أنت بس لا لا يلا بس خلينا وين لا 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 تبي القهوة عوام الآن الشرق وهي عوام أصبح لا اقتنعوا به لا يفقهون بخير هم يقول شيء خفيف يقولون تدري كم طوح من هذا الحالة المليون ملايين مليون الاتصالات الشيخ لطبعة لكن التقيل بكثير من العوام فطرته ما تقبل ما يقول أي أول ما هو هم من بعدين تعودون لا والله الله الشاهي شيخ تبي شاهي خلوا عنده إذا ما بي أبي أنا بس أفتح يلا يلا ترى ما معنا يلا يلا حمد جاهز أي حمد جاهزين تقريب بسم الله الرحمن الرحيم قريب أو أنه قضينا اليوم انكسر لا لا وش اللي طاح الحين لا لا بس الميكروفون مايك سمعها لا تحكيه الميكروفون ها ما انت تحكيه هو طاح لا لا عادي لا ما هو يطيح شلون طاح خبطت انا خبطته ايه هو اللي جاي للشيخ ما جاء الشيخ اشاور اسمك لا لا طيب نجرب لا لا ما ها يقول ما في خلاف هذا ما يلا نبدأ كحت شيخ هذه زينة المقلوب خلاص نبدأ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة المستمعون أحييكم بتحية الإسلام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامج فقه المناسك والذي تنظمه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ويسرني أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فرزان عبد الله الفرزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أجاب الدعوة مشكورا للتحدث حول موضوع كبير وذي أهمية كبرى في حياة المسلمين ليعرفوها ولحياة أو لمسألة الحج والحجاج بصفة خاصة موضوعنا هو عن أركان الحج وواجباته وما يسن له حتى يتميز أمر هذا الدين ويتضح لكل ذي عينين ويعلم الجميع أن مسألة أحكام الحج والعمرة مسألة قد بت فيها وانتهى أمرها منذ أكثر من 14 قرن من الزمان ولم يعد لمفكر
أو منظر أن يقول كلمة في أمر هذا الدين القويم الذي ثبت بصريح القرآن وصحيح السنة، أو وجد فيه قول قوي رصين لم يعترض عليه من قبل فقهاء الإسلام الأوائل المحققين المعروفين بالتجرد لله عز وجل، ولا يحملهم الهوى على أن يقولوا شيئا يعاكس ما جاءت به النصوص الشرعية. الكلام عن أركان الحج وواجباته قد يظن البعض أنه كلام مكرور وأنه مقتول بحثا، وأن الكلام فيه إنما هو من مجرد ملء فراغ، وهذا غلط، خاصة وأننا نجد في هذه الآونة الأخيرة من يحاولون أن يميعوا أحكام الشريعة وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ويجعل الدين خاضعا لأهواء وأغراض شخصية بدعوى التسهيل والتيسير. ونحن عندما نقرأ نصوص الكتاب والسنة نجد أنها ميسرة من أصلها وأصولها، والله تعالى قال في محكم تنزيله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذه الكلمة تلقاها السلف الصالح رضوان الله عليهم بالقبول والرضوان، ولم يجدوا أي حرج ولا أي شقة وعانت في تعليم الدين القويم، فقام الدين الإسلام على الوجه الصحيح، حج الناس حجا عظيما، واستجاب المسلمون له حتى إنه قد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أول حجة الله بل في الحجة الأولى والأخيرة أكثر من 100,000 من المسلمين. إذن ماذا عن أركان الحج، وماذا عن واجبات الحج، وماذا عن مسنونات الحج، وما هي الأحكام المترتبة على هذه الأركان والواجبات والسنن عندما تقوم أو تأخر بعضها فلم يتمكن الإنسان أو لم يقم الإنسان بها؟ هذا سؤال كبير نوجهه لواحد من علمائنا الأفاضل المشهود لهم الحمد لله بالتحقيق العلمي والمعرفة الواقعية والمعروفة في عصر الحديث، فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غزاء الغزان، يتفضل الآن مشكورا بالإجابة عن السؤال الأول عن أركان الحج، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن أفعال الحج تنقسم إلى أركان وواجبات وسنن، فأما الأركان فهي أربعة. ما الركن الأول؟ الإحرام، وهو نية دخول النسك، سمي ذلك بالإحرام لأن المحرم تحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام، تسمى بمحظورات الإحرام، وعرفنا معناه أنه نية الدخول في النسك والشروع فيه. فأما نية الحج بالجملة فقد نواه من حين خرج من بلده، لكن الكلام على الإحرام وهو نية الدخول والشروع في النسك، وهذا ما يسمى بالإحرام. طيب، سمي إحراما لما ذكرنا، لأنه يحرم على الإنسان أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام. إنما الأعمال بالنية. ثانيا الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة في اليوم التاسع. والوقوف بعرفة على قسمين، إما يكون في النهار وإما يكون في الليل، لأن وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس على الصحيح يوم عرفة في اليوم التاسع، وينتهي بطلوع الفجر ليلة العاشر. فهو ينقسم إلى ليل ونهار. فمن وقف في النهار وجب عليه أن يستمر واقفا، أي باقيا في عرفة
إلى أن تغرب الشمس، ولا يجوز له الانصراف من عرفة حتى تغرب الشمس، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف فيها نهارا ولم ينصرف حتى غربت الشمس، وقال خذوا عني مناسككم. فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والاستمرار فيها في النهار إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. الثالث من أركان الحج الطواف للبيت، طواف الإفاضة، قد قال الله جل وعلا وليطوف للبيت العتيق، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطواف صبيحة العاشر من ذي الحجة في يوم العيد، وقال خذوا عني مناسككم. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، قال صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وسعى صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة 7 أشواط، وقال خذوا عني مناسككم. فهذه أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه وصارت أفعاله غير مناسك الحج. وأما الوقوف بعرفة فإنه إذا تركه فإنه يفوته الحج في هذه السنة ويخرج من إحرامه بعمرة. وأما بقية الأركان فإنه لا يتم حجه إلا بها، فإذا ترك طواف الإفاضة فلا بد أن يؤديه، وإذا ترك السعي أيضا فلا بد أن يؤديه، ومتى أداه صح ذلك، لأنه لا نهاية لوقت الطواف ولا نهاية لوقت السعي، وإنما البداية هي التي تشترط. فطواف الإفاضة يبدأ من منتصف الليل ليلة النحر ولا نهاية لوقته، وكذلك السعي بعد الطواف من منتصف الليلة في ليلة النحر، هذا وقت الرخصة. وأما وقت الاختيار فإنه يكون الطواف والسعي في صبيحة اليوم العاشر، هذا أفضل. نعم. وأما الواجبات فهي 7. طيب. الواجب الأول الإحرام من الميقات المعتبر له، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت، وهي الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الآفاق أن يحرموا منها إذا مروا بها في طريقه، فحدد لأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل العراق ذات عرق. وقال صلى الله عليه وسلم عن هذه المواقيت هن لهن في لهذه البلاد ولمن مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج أو العمرة، فيحرم من الميقات المعتبر له، هذا واجب من واجبات الحج. ومن كان من أهل مكة فإنه يحرم بالحج من مكة، وأما العمرة فيحرم لها من الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم أو أدنى الحل فتحرم منه بالعمرة. والواجب الثاني البقاء في عرفة لمن وقف نهارا إلى غروب الشمس كما سبق. والواجب الثالث المبيت بمزدلفة ليلة العاشر إذا انصرف من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، والله جل وعلا قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو المزدلفة، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه بات بها
إلى أن صلى فيها الصبح، ثم دعا وانصرف منها قبيل طلوع الشمس وقال خذوا عني مناسككم. الواجب الرابع رمي الجمار، الواجب الرابع رمي الجمار، الجمرة الكبرى في يوم العيد والجمار الثلاث في أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كل جمرة بسبع حصيات. ووقت الرمي يبدأ يوم العيد من منتصف الليل جواز الرخصة، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس ويستمر إلى غروب الشمس. وأما بقية أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فالرمي يبدأ من زوال الشمس ويستمر إلى الغروب، ومن احتاج إلى الرمي بعد الغروب فلا بأس بذلك لأنه يدخل في المساء. وكذلك الركن الخامس من أركان الواجب الخامس من واجبات الحج المبيت بمنى، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها هذه الليالي من أول الليل إلى آخره، فالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. الواجب السادس الحلق أو التقصير، الواجب السادس من واجبات الحج الحلق للرأس جميعه أو التقصير من جميعه بالنسبة للرجال. وأما المرأة فإنها تقصر من كل ظفيرة قدر أنمله، وأما الرجل فيخير بين الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. والواجب السابع طواف الوداع في آخر أعمال الحج، فإذا انتهى من أعمال الحج وأراد السفر، إذا أراد السفر بعد الحج فإنه لا يسافر إلا بعد أن يطوف سبعة أشواط، ومن ترك واجبا فإنه يجبره بدم، حجه صحيح لكن يجبره بدم. وأما السنن إلا الحائض والنفاس فهي كثيرة، السنن كثيرة بالنسبة للحائض، وهي سنن وأقوال وأفعال. فسنن الأقوال مثل التلبية ودعاء عرفة والدعاء في الطواف والسعي والدعاء في المزدلفة، وكل هذه سنن وأقوال. وكذلك سنن الأفعال مثل الرمل ومثل الاطباع في الطواف، هذه سنن أفعال، ومثل ركعتي الطواف هذه سنن أفعال، استلام الحجر نعم، وكذلك استلام الحجر أو تقبيله أو الإشارة إليه، واستلام الركن اليماني، هذه سنن وأفعال في الحج، من أتى بها فله أجر ومن تركها فلا حرج عليه. وأما ما نبهت عليه من أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء فهذا وردت به السنة، فإنها لما حاضت صفية رضي الله عنها وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال لها فانفري، قال لها فانفري إذن، فدل على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض. وفي الحديث أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فمن ترك واجبا من هذه الواجبات السبعة فإنه يجبره بدم، ومن ترك سنة من سنن الحج فإنه لا شيء عليه. نعم. والركن؟ نعم. من ترك الركن؟ ذكرنا. يعني الحج أسهل. ذكرنا. طيب. إذا هناك بعض التنبيهات في مسألة بعض الأمور، مثل من أراد أن يجمع طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، يعني يدخل طواف الوداع على طواف الإفاضة، هل له ذلك؟ إذا رجعنا إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه طاف طواف الإفاضة في صبيحة يوم العيد، وطاف طواف الوداع عند السفر،
عندما أراد السفر منهيا بذلك حجه صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل، هذا أفضل. وإن جمع بينهما ينخر طواف الإفاضة وطافه في النهاية وسافر بعده فأجزأ ذلك، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت، لكن ينويه عن الإفاضة ويجزيه عن الوداع لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. خاصة كما تعلمون الناس في يوم العيد لو أرادوا أن يطوفوا طواف الإفاضة في ذلك اليوم شق عليهم كثيرا لكثرة الزحام، فقد يؤخروا اضطرارا أو احتياجا، يعني فيجد أن من مما يريحه أنه يؤخر الطواف إلى ليلة الحادي عشر أو إلى يوم الثاني عشر إلى آخره. فهذه أمور الحمد لله يعني ميسورة. هذا من تضييق الناس على أنفسهم، هم اللي يضيقون على أنفسهم، فليس من لازم أنك تطوف الإفاضة يوم العيد أو الحادي عشر أو الثاني عشر، بل أنك تتحين الساعة تطوف ولو بعد ما ينفر الناس يسافر الناس، لأن طواف الإفاضة ليس له ليس لوقته نهاية، لأنه موسع. ولكن كما ذكرت إذا كان الإنسان له ظروف ورفقته سيسافرون أو هو محكوم في النظام وسيسفر أو محكوم بعمل أو له ظروف تستدعي، فلا مانع عندها في هذه الحالة أنه يكتفي بطواف الإفاضة في آخر الأمر عن طواف الوداع، فيطوف طوافا واحدا ينويه للإفاضة. نعم. عندنا أيضا فيما يتصل برمي الجمرات، هو طبعا واجب على الحاج ما جوز الحج، لكن قد يشق على بعض الحجاج إما لامرأة حامل أو لرجل كبير السن ويشق يتعبه ويخشى أن يتعرض للدهس، فإذا وكل من يرمي عنه هل له ذلك؟ هو كما ذكرت الناس هم الذين يضيقون على أنفسهم بتصرفاتهم، وإلا والرمي ميسر ولله الحمد، وقته يوم العيد من منتصف الليل إلى غروب الشمس، وإذا احتاج إلى الرمي بعد الغروب أيضا فلا بأس لأنه يدخل في المساء. هذا من ناحية الوقت. من ناحية الزحام، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقتا ما بين بداية الرمي ونهايته للرمي، بل جعل كل هذا الوقت وقتا للرمي موسع. فإذا جئت في أي وقت وجدت المكان مزحوما والخطر شديدا فاصبر حتى تسنح الفرصة. وهناك أيضا رخصة في أنه لو جمع الرمي إلى آخر يوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة بذلك، وهذا عذر، الزحام والخطر عذر أشد من عذر السقاة والرعاة، فلو أخر الرمي إلى آخر يوم ورتبه عن اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث أجزاه ذلك. هذه رخصة أيضا وهي مجزية، كما يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، لكن الرمي لا تقديم فيه وإنما يجمع تأخيرا. وكذلك من الرخص التوكيل كما تفضلتم، العاجز والمريض والمرأة والصبي يوكل، وقد ذكر الصحابة أنهم لبوا عن الصبيان ورموا عنهم، فالتوكيل أيضا جائز. هناك حلول شرعية تزيل هذا الحرج لو أن الناس عملوا بها وفقهوا فيها، لكن الناس هم الذين يضيقون على أنفسهم. نعم. إذن هناك أيضا مسألة مهمة في الحقيقة، مسألة طواف الإفاضة ما دام ركن من أركان الحج ولا يسقط لا بنسيان ولا بجهل. بعض النساء تأتيها العادة الشهرية قبل أن تطوف طواف الإفاضة، وهي ربما كانت جاءت من بلد بعيد ولا يمكنها أن تذهب إلى بلدها، وحتى إذا طهرت ورجعت وطافت، ماذا يقال لمثل هذه المرأة؟ الله جل وعلا أمرنا أن نقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا على طهارة، ما عهد عنه أنه طاف على غير طهارة،
ولذلك كان يصلي بعد الطواف ركعتي الطواف، والصلاة تشترط لها الطهارة. وفي حديث موقوف على ابن عباس صحيح الإسناد وله حكم الرفع أنه قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. الطواف بالبيت صلاة معناه أنه يشترط له الطهارة، لأن الصلاة تشترط لها الطهارة. والله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري افعلي ما يفعل الحاج من الإحرام والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار، لكن الطواف تشترط له الطهارة غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما حاضت صفية قال أحابستنا هي، أدل على أن الحائض إذا حاضت قبل طواف الإفاضة أنها تنحبس حتى تطهر وتغتسل فتطوف. فهذا هو الحكم الشرعي، أنها لا تطوف وهي حائض. فإذا كانت تضطر للسفر، والسفر اليوم ما هو السفر الماضي الذي كان على الإبل وكان يستغرق أشهرا من المسافات البعيدة ولا يمكن المرأة الإقامة في مكة، هناك رخص لها من رخص من العلماء بأن تتوضأ وتجعل على المخرج شيئا حافظا وتطوف لأجل الضرورة. لكن اليوم ما ليس الأمر كذلك، اليوم تسهلت الأسفار جوا وبرا وبحرا، فإذا كان بالإمكان أنها تسافر وإذا طهرت يأتي بها وليها وتطوف فإنه لها ذلك، لها أن تسافر. أما أن تطوف وهي حائض فهذا لا يجوز، ولو أفتى فيه من أفتى، فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. وإن سافرت قبل ذلك وتعهدت بأن ترجع إذا طهرت ويأتي بها وليها وتطوف طواف الإفاضة، والرجوع اليوم سهل ويسير، فلها ذلك، وإلا فإنها تنتظر لأنها حجت وعليها أن تكمل حجها، ومن إكمال الحج أن تطوف طواف الإفاضة. نعم، هذا مع الأسف الشديد نسمع من يحاول من باب افعل ولا حرج أنها تستثفر كما يقولون وتطوف وهي عليها العادة، وإذا أراد أن يأخذ مذهب بعض العلماء قال تذبح شاة. إذا أردنا أن ننزل قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج على طواف الحائض، فهل الرسول قال للحائض افعلي ولا حرج طوفي، أو قال حابستنا هي، أو كذلك قال صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري؟ إذا افعل ولا حرج محصور في الوقت الذي قاله فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم الذي قاله فيه، في الوقت وفي الحالة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعد إلى غيرها. فهذا من تحريف الكلام عن مواضعه وتحميل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمل. فافعل ولا حرج هذه في أعمال يوم العيد إذا قدم بعضها على بعض، الرمي مثلا رمى قبل أن يطوف أو طاف قبل أن يرمي أو حلق رأسه قبل أن يطوف أو قبل أن يرمي، هذا الترتيب أن يرمي الجمار أولا ثم يحلق ثانيا ثم يطوف ويسعى ثالثا، هذا هو الأفضل. وإذا قدم بعضها على بعض في هذا اليوم فلا حرج. نعم، أيضا هناك حقيقة تنبيه دكتور على أن هناك بعض الإخوة الكرام من الحجاج يتعبون أنفسهم عند استلام الحجر الأسود، وقد يتعرضون هم للأذى وقد يعرضون الآخرين للأذى، وقد يحصل هناك دهس وصعوبات يعلم الله من ذلك. ماذا تقولون لهؤلاء المتعبين لأنفسهم المتعبين لغيرهم؟ نقول إن استلام الحجر وتقبيله سنة من سنن الطواف وليس واجبين، فإن تمكن من استلامه وتقبيله
بدون حرج أو بدون فعل محظور، لأن بعضهم يزاحم النساء يحصل فتنة، فإذا أمكن ذلك بدون مشقة وبدون أن يترتب عليه محظور فإنه مستحب، وإن لم يتمكن فإنه يستلمه بيده أو بآلة أو بآلة معه. الرسول صلى الله عليه وسلم طاف وكان يستلم الحجر بمحجن وهو على الراحلة ليبين لأمته اليسر في هذا، وإذا كان يطوف في أقصى المطاف من بعيد أو في الدور الثاني أو في السطح فإنه يشير إليه إشارة وتكفي والحمد لله. فتقبيل الحجر أو استلامه سنة إذا أمكنت، وتكفي الإشارة ولو من بعيد. كذلك صارت عند المقام، بعض الناس يعني يحاول أن يلتصق بالمقام ويصلي عنده ولو ضيق على ناس الطائفين وكذا، هذه لا تكون صلاة، هذه تكون مضارة واحتجاز للمطاف والطائفين. فالصلاة الطواف تجوز في أي مكان من الحرم. جزاك الله خيرا وشكر لك، في الحقيقة أنها درة ولكن وقت الحلقة قد انتهى، أرجو أن يتاح لنا فرص مع فضيلة الدكتور صالح بن فوزان عبد الله فوزان لكي نستفيد من علمه ونشره بين الناس. إلى هذا الحد أقف، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أستودعكم الله وأشكر المهندس حمد العزاز على جهده معنا، كما أشكر أخوتي المستمعين والمستمعات على حضورهم معنا ذهنيا وعقليا وقلبيا.